إيران أسوأ ما فعلته في العراق أنها خلقت دولة موازية للدولة، وهي النظام الإيراني في داخل إيران هو أساسا اعتمد على فكرة النظام الموازي، يعني عسكريا واقتصاديا. أنا كنت أعيش في إيران وكنت أشاهد. نعم، الدولة الإيرانية ليست، يعني السيد حسن روحاني رئيس جمهورية يشبه إلى حد بعيد السيد مصطفى الكاظمي، طيب يعني يده مغلولة رح نجي لتفاصيل النظام الإيراني. نفس الدور تقوم به الميليشيات. أنا رح أجي لك بهذه التفاصيل المهمة. دعني الآن أعود إلى الدكتور هيثم الهيتمي الجديد. دكتور هيثم، الآن السؤال الأهم هنا، هل من الممكن لهذا الموضوع لو أصبح العراق في الواجهة بشكل رسمي أمام وزارة العدل الأمريكية، هل ممكن أن يؤثر على الاستثناءات اللي بين فترة وفترة نحصلها من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استيراد الغاز والكهرباء من إيران؟ يعني أولا العراق في الواجهة في الحقيقة، والعقوبات التي صدرت ضمن على مجموعة من السياسيين أو مجموعة من الشخصيات كفالح الفياض وقبله عدد كبير من الأسماء التي ذكرت، هو يؤكد أن العراق في الواجهة، وأن جميع الأشخاص هم يعني لديهم ارتباط وثيق مع إيران مالي وأمني وسياسي، ولذلك أعتقد أن العراق مرتبط، ولكن لا أعتقد أن الولايات الأمريكية المتحدة ستذهب إلى التعامل مع العراق بالقطيعة الكاملة، لأن لديها مصالح في العراق ولديها مشتركات ولديها قوات أمريكية، ولكنها ستسعى لإيجاد حلول معينة بحيث يعني تقوي أولا قدرة الدولة العراقية على قدرة هذه الأطراف التي تسعى لتقوية طرف واحد تابع لإيران، ويجعل من العراق عبارة عن دولة أو أداة بيد دولة أخرى بالكامل. العقوبات أو عملية القطيعة مع العراق لن تحل المشكلة كما يعتقد الكثيرين، لأنها ستضع العراق أمام واجهة واحدة، وهو الارتباط الكلي بإيران والذهاب باتجاهه، لأن الطرف الأقوى هو الطرف الذي يمتلك السلاح ويمتلك يعني الرغبة في تحويل العراق بهذا الاتجاه. لذلك هذا الخط لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستذهب إليه، ولكنها ستذهب إلى اتجاهات أخرى، وخاصة هو موضوع الانتخابات القادمة، موضوع حقوق الإنسان، طيب، موضوع الفساد. هذه الموضوعات ممكن أن تؤثر سلبا على هذه الأطراف.